الاقبال راهو مزيان الحمد لله، كاين زوار كثار في الوالديه على اساس سبب الجو المناخ ديال الوالديه اللي كيتميز بواحد البروده ديالو في هذا الصيف، والاقبال راه كاين ان شاء الله، الناس راه كاين الزوار كثار ومرحبا بكم. وراه بيان سير كان العام اللي فات كانت كورونا، كان الاقبال ضعيف شويه، ولكن هذا العام الحمد لله كاين البدايه كان مزيانه كتطمن بالخير ان شاء الله. نتمنوا مرحبا، والوالديه راه توسعت بالنسبه لجميع الخدمات فيها ان شاء الله، وراهو تزادوا مطاعم اوتيلات، كاين اجواء زوينه في الوالديه، ومرحبا بالناس والزوار اللي بغاو يزوروا الوالديه، مرحبا بهم. جاتني النمي واحد، داك الشيء فيها الامن، فيها الدرك قايمين بواحد المجهود، والقوة المساعدة حتى هي قايمة بواحد المجهود، حراسة تامة، وتبارك الله أنا بعدا عجبني الجو هنايا، ما كاينش ذاك الأداء واحد يتعدى على الآخر ولا هذا، لأن حراسة هاهما تبارك الله 24 ساعة على 24 ساعة. اليوم غادي اللي تلاقيتو من الأصدقاء ديالي ولا من العائلة ديالي، نقول لهم ما تمشيو حتى لشي مدينة ما عدا الوالدية. الرواج هذا العام بدات كتعمر فيه الوالديه، هذا مزيان، وكنرحبوا بالجميع وباثمنه مناسبه وماكله شي حاجه مزيانه، هذا هو الاهم. بالنسبه لذاك العام اللي فات راه معروف على المغرب كامل، يعني على ديك الجائحه ديال كورونا، يعني الوقت كانت ناقصه، وكان ديك السدان مع تسعود، ويعني بنادم شوية القضية ناقصة هذاك العام. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.